واقتصاديا بحث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي مع المؤسسة الدولية للتمويل التابعة للبنك الدولي فرص الاستثمار المتاحة بالسودان في المجالات المختلفة، وأشار لحاجة السودان للاستثمار وتحسين بيئته بصورة عاجلة بجانب خلق تنمية متوازنة ما بين جميع ولايات السودان وخلق وظائف عامة وللشباب خاصة. لذلك لدى اجتماعه بوفد المؤسسة الدولية للتمويل برئاسة الشيخ عمر سيلة المدير القطري للسودان وجنوب السودان، وأشار البدوي لرفع القيمة المضافة من القطاع الزراعي والمروي والمطري والقطاعات الأخرى. أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قرارا وزاريا بمنع الأجانب من ممارسة التجارة. ينص القرار بحظر غير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية بالميلاد من ممارسة النشاط التجاري في مجالات إجراءات الصادر والاستيراد إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة، وكذلك حظر التواجد بالأسواق المحلية وممارسة عمليات البيع والشراء سواء مباشرة أو عن طريق وسيط محلي. ونص القرار على أن كل من يخالف هذه القرارات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بموجب القوانين واللوائح المقيدة لذلك. كشفت وزارة الطاقة والتعدين عن اتجاه لتخصيص نسبة 1% من عائدات إنتاج شركات التعدين لصالح المجتمعات المحلية المحيطة والتي تقع فيها امتيازات شركات التعدين بالولايات للإسهام في المشروعات التنموية والخدمية بالمناطق المعنية. وقال وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم إن وزارته ستقوم بتخصيص هذه النسبة لصالح المجتمعات المحيطة بمناطق الإنتاج للمساهمة في المشروعات الصحية والتعليمية وإصحاح البيئة، لافتا إلى أن التنفيذ سيبدأ بولايات جنوب كردفان لتكون أنموذجا لبقية الولايات خاصة محلية تلودي. وجه والي ولاية الخرطوم أحمد عبدون حماد وزارة التخطيط العمراني بتوفير 6000 قطعة سكنية خلال 3 أسابيع لصندوق الإسكان والتعمير للبدء في تنفيذ السكن الشعبي للمستحقين القدامى والذين صادق الوالي لهم مؤخرا بإسكان شعبي. وجاء ذلك خلال اجتماعه بقيادات وزارة التخطيط العمراني بحضور عدد من الجهات المختصة. وأمل الاجتماع على النظر في إنشاء المرافق الخدمية بمشروعات الإسكان الجديدة من خلال اجتماع يضم وزارات المالية والصحة والتربية والتعليم والبنى التحتية. ينفذ مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ووزارة الزراعة بولاية النيل الأزرق مشروعا لتمويل أكثر من 400 مزارع من صغار المزارعين في القطاع الزراعي في المرحلة الأولى. وأكد المدير العام لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية أزين عمر الحادو استعداد المصرف لتمويل المزارعين في النيل الأزرق عبر برنامج التمويل الأصغر والتمويل التجاري للمشروعات الاستثمارية الكبرى، مشيرا إلى أن للمصرف تجارب عديدة في تمويل مشروعات تنموية بالنيل الأزرق، منها مشروع إدخال الكهرباء إلى محلية أم درفة والذي يستفيد منه ما يقارب 1600 أسرة بقيمة 122 مليون جنيه. كشفت إدارة أسواق المحاصيل بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان عن دخول 80 من الشركات بجانب 130 تاجر لشراء المحاصيل التي تبلغ 5 أنواع رئيسية هي الصمغ العربي والسمسم والفول السوداني وحب البطيخ وسنة مكة والكركديه. وأعلنت إدارة أسواق المحاصيل عن اكتمال الاستعدادات والترتيبات كافة لبدء الموسم التسويقي، فيما وصلت كميات من المحاصيل الواردة من مناطق الإنتاج المختلفة إلى البورصة.